طيب عندي طاسة فيها زيت، وعندي السجق السليم بالشكل ده كده. يلا بينا ننزل منه حالا، يعني اشيل هم يا جمل وانت معايا يعني. مقاديرنا على الشاشة، وحطيت ايه دلوقتي والبلوزة اول لابسة. ولازم يحصل كده، بصوا بالشكل ده كده. طيب في حاجة عايزة اقول لكم عليها انا بعملها، ما عندناش خلة يا شباب، خلة واحدة خلة يا ايات. لما بنحط السجق بالشكل ده كده بنلاقيه بدأ ان هو يتنفخ، شايفين منفوخ ازاي؟ طيب النفخه دي ليه؟ علشان في جواه سوائل. خلي بسرعه يا شباب، في جواه سوائل، السوائل دي هي اللي نفخه السجق بالشكل ده كده. وممكن في لحظه وانت واقفه كده قدام الطاسه تلاقي راح مفرقع. طب نعمل ايه علشان الميه اللي جوه تطلع او الهواء اللي جوه يطلع ويبدا ان هو يستوي تسويه حلوه، ويبدا ان هو ما يفرقعش في وشنا ويبقى كويس؟ وهو على النار كده هنجيب عود خله، عود خله، ونبدا ان احنا خرم واحد كده في كل واحدة. اه نعمل كده بالشكل ده كده. بصوا بيبدا ان هو يطلع السوائل ازاي اللي فيه، شايفين؟ بصوا المنظر عامل ازاي، بيبدا يطلع الهواء اللي موجود فيه ويطلع لنا السوائل، ويبدا ان هو ما يفرقعش معانا ولا اي حاجه، فتبداي تشتغلي وانت مطمنه. طيب عملنا كده وبدانا ان احنا نعمل السجق اهو، تمام، وتلسوع من الناحيه دي، اروح منزلاه الناحيه الثانيه كده بالشكل ده، شايفين؟ اللسوعه دي مهمه جدا عشان يطلع عليك طاسه ما شاء الله عليه. طيب ابدا اوسع بقى كده والمه على الجوانب، واسيب مكان للشيش طاووق، ما احطش اي سوائل ولا اي حاجه ولا الكلام ده كله. بسم الله. ده برضو الشيش طاووق اللي هو بيتباع عبوات مغلفه كده او عبوات جاهزه ومجمده. انا كده مش عايزه حاجه تاني. الناحيه الثانيه عندي طاسه وهنزل فيها كده بشويه زيت، وطاسه سخنه، هنزل على الطاسه دي الاول بفلفل الوان مكعبات بالشكل ده كده، يا دوب ان هو يبدا يتشوح معايا، والناحيه الثانيه الشيش طاووق ماشي مع السجق تمام. واعمل كده بدا يتشعوط ماشي، انزل هنا كده ببصلايا، رشه من الفلفل الاسود، رشه من الملح، وابدا الم. السجق الناحيه الثانيه مع الشيش طاووق ماشي معايا تمام. طبعا الشيش طاووق دوت اصلا بيبقى مستوي زي نص تسويه كده، فما بياخدش وقت كتير على النار. عايزه يكون شيش طاووق عاملاه عندك في البيت، ما عنديش اي مشكله بالشكل ده كده. وادي هنا الفلفل، وانزل على الفلفل دي بالجبن. يلا بينا، فلفل مع البصل ده انزل عليه بالجبن. على الهادي خالص كده تبدا ان هي تسيح معايا، ونفس شويه اللبن اللي كنا مستخدمينهم نفس النظام زي ما عملنا في الجبن الاولانيه هنعمل هنا. يبدا اهم يسيحوا
ننزل عليهم بشويه اللبن علشان يبقوا مدينا التسيله اللي احنا عايزينها. بصوا بدات اهي تسيح. لا انا مش عايزه كده بس، انا عايزه يديني قوام ابدا ان انا انزل بيه على الطاسه بتاعتنا. شايفين؟ بصوا اشيل من على النار على ما يجي لي اللبن، والناحيه الثانيه السجق بقى والشيش طاووق. طيب نونا، انت هنا حطيتي رشه ملح وفلفل اسود، لكن هنا ما حطيتيش حاجه، ولا اي ملح ولا اي فلفل اسود ولا اي حاجه خالص من الكلام ده كله. اه ليه؟ علشان السجق متبل وكمان الشيش طاووق متبل، فانا مش عايزه ان انا ابقى واخده حاجه زعقه يبقى الملح بتاعها زياده. الجبن هنا كده تمام، انزل بشويه الحليب بالشكل ده كده، يبدا كله يلف معايا. تبدا الجبنه اهي تسيح ازيد، تبدا تديني خفيه. اجيب الطاسه بتاعتنا كده. يلا يا جمل، بسم الله كده. الريحة رهيبة. الناحية التانية بصوا الشكل، ملح وفلفل اسود برضو هنا بسيط مش كتير. هوب اشيل من على النار وانزل على السجق. بالشكل ده كده بقى عندي طاسة سجق وشيش طاووق ميكس بالجبن فظيع. رشة بسيطة كده خالص، خلص الحوار وخلص الموضوع وخلصت الوصفة والحمد لله. ما وقفناش في المطبخ كتير.